بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تاريخ 11 سبتمبر 2013 متوجهين في ثامر. عطنا صورة. طبعا جالسين في باريس وهذا قوس النصر. عطنا فيديو ثامر. مبارك ثامر رايح مع التلفون لان حجمه ثقيل مسكين. لا تقعد لحالك. هذا فهد. طبعا الاجواء جميله جدا بارده، درجه الحراره قرابه 14، الجو في بروده شديده، امطار ما شاء الله، كل العالم تصور. طبعا هذا راح نضيفه الى موضوع الرحله. طبعا هذا جالسين في هذا التوك توك. التوك توك ثامر قدامنا. اقدر اقول ان الاجواء جميله وكنت في ذاك رايحين لترى شكلك كل شخص 15. شكلك كل شخص 15. جولة سياحية لا بأس بها. أنت في باريس. طبعا مخططين إن شاء الله نضيف هذا إلى فيلم الرحلة اللي سينزل في حلقات متواصلة إن شاء الله. ولو يروحوا هنا عشان هذا ثامر. طبعا مبارك ثامر. ايوه جود مان، فيري جود، اكسلنت. يعني يمسك بريك عند الاشاره. لا يمسك بلوتوث. هلا جي بي ال جي بي ال شنو وايف بلوتوث. بعدنا يلا خضرة توكل على الله. كان قام على الدنيا قام يتعب. ها شوف المستوى. ها طبعا الاجواء رائعة. اوكي جميلة. المباني الفرنسية حلوة صراحة، أضخم بكثير من اللي شفناه في برشلونة. وذلك بطن فرنسا لا تخلي. يا جبهتي سيري لك كل تكبير، هذا أرهب الجاني شعر الرابع. أرايك يا فرق في فرنسا شاكين وهذا شغال رياضة. good sport ها.
عرفتني سيري هذا خوينا هلك من السياقة طبعا شايلة ربع طن طبعا الاجواء لا تكاد توصف مثل ما قال الانجليزي undescribable يعني لا يمكن توصف الاجواء هذا خوينا هلك هو قاعد وين ثامر؟ ثامر ورانا المقصورة الخلفية عندك واحد ياخذ تليفون يهرب بنكمل 10 دقائق في وسط باريس بعدين نوقف باغي طبعاً والله يا جريء هذا يقول جريء ما شاء الله شوف المبنى ايش حلوة يا ديرتي ديرة لك كلمتها ديرة شوارعهم جميلة واسعة إذا كملنا 10 دقائق راح نوقف إن شاء الله في التصوير شكلها هذه مكتبة ليبيريا أو ليبيريا شكل الشحن راح يطير مع هذا نبي إن شاء الله إذا الله سهل نتغدى في مطعم إيراني شكلنا إما نروح لمشي أو اسمه شابستان الله أعلم إنه معناه شعب استان هذا مشرد وهذا طبعا نسيا كلها مميزة تجي نفس هذا نغطى من فوق عشان المطر جابت مكسورة لو جارد لو جارديز دي ابيكيور 5 فلاس دي جور سهل شكل هذا مساج سوب سوري مطعم سوب ساندويتش بلد هذا مطعم لو فرانسي هذا عفوا علم لو فرانسي الاجواء مالشن مال بيت شعر فاتحه بابا وقط نارك عارف شلون ويرصين ابوي توك مغذي وقتها مصطلح اعرفه كنت عارفه ان ينطبق مضبوط فرشه كذاك الفرشه طبعا ولما يوصل ان شاء الله 10 دقائق وثانيه راح نوقف